بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم دي الأيام الأخيرة في التخفيضات، بقى 4 أيام على التخفيضات وتنتهي. النهاردة 4/1 والتخفيضات هتنتهي يوم الجمعة 8/1. حضراتكم دي الخبازة المنزلية 3 في 1 277 ريال، من 379 ريال، من 349 ريال. وهنا 1+1 مجانا، ده صناعة الكرسان والكريب اهي. ودي 3 في 1 الخبازة المنزلية، بتعمل اللي هو البان كيك والخبز العادي والدونات. دي طبعا دول الجداد مش عليهم خاص، دي اللي فيها التحكم في درجة الحرارة والتشغيل فوق او تحت يعني لحاله. كانت 439، بقت بكام؟ 349، عليها خصم 90 ريال، مع انها موديل جديد يعني وكده، وهي 40 سنتي و2800 واط. هنا دي برضو خبازة منزلية، كانت 249، بقت بكام؟ 177 ريال، وفيها تحكم في درجة الحرارة، وهي 30 سنتي. دي خبازة بس متوفر من اللون ده واللون ده. اهي هنا ده طبعا خبازة التنور المنزلية 1200 واط، ب277، من 333 ريال، وفي تحكم في درجة الحرارة. ده موديل وده موديل ونفس السعر يعني، ما شاء الله بيعمل كل شيء يعني، هو 1200 واط. هنا دي العصارة اللي على البطيء اهي، 1 لتر و400 واط، ب388 ريال، من 549 ريال، على خصم كويس اهي من اديسون، واديسون ضمان 3 سنوات. دي العصارة البطيئة. هنا دي اللي هي 1+1 مجانا، اللي هي ايه؟ المحمصة القهوة، دي محمصة القهوة الهوائية، كانت 409، لا ده عليها خصم 60% تحت، عليها خصم 60%. هنا لو عايزين 1+1 مجانا، وفي تحت عليها خصم 60%. طبعا هنا المكانس كلها، في جانو وفي اديسون عليهم خصم. هنا الفرامات اللحمة كلها عليها خصم. دي الايام الاخيرة في التخفيضات، اديسون والسيف. كنود مش عليها خصم، دي اديسون والسيف اللي عليهم خصم. هنا المكاوي كلها اديسون عليها خصم اهي. بصراحة اديسون حلوة بيشكروا فيها. وهنا التيفال، هنا اللي عايز مكوى تيفال موجودة، دي تيفال اهي، وصناعة فرنسي اهي، والقاعدة بتاعتها اهي. دي على كام؟ على 185 ريال تيفال، 185 ريال. وفي الاديسون عليهم خاص، عشان اتسألت على المكاوي. ليات المية اهي من اديسون برضو، 1.5 لتر، 1800 واط، 119، وهي الكترونية او ديجيتال يعني رقمية. دي محمص القهوة او البهارات يعني عامة اهي، وبالكهرباء يعني.
الله كلها دي غلايات مية واغلبها عليها خصم. حضراتكم طبعا انتوا عارفين ان انا مصورة كل الحاجات دي في الاول في اول المهرجان، بس لما لقيت عليها خصم يعني مدوا العروض قلت اصورها لحضراتكم تاني يعني. واي حد عايز يستفسر عن حاجة بيرجع للفيديوهات القديمة يعني كده. هي في بداية المهرجان نهاية العام، معلش الإضاءة هنا مش واضحة. هنا سخانات السندوتشات ومحضرة السندوتشات اهي. هنا الأفران كلها، هي كلها إديسون. ده 80 لتر ودبل جلاسز تقيل ما شاء الله، الباب بتاعه تقيل. اهو يعني كله عليه خصم. غلايات المياه دي حلوة جدا في الشتاء يعني، وعليها خصم برضه من السيف، عليها خصم كويس. الميكروويف 900 واط و30 لتر. حلو ده بصراحة. وده 1100 واط اهو و42 لتر. كدر الضغط، جهاز الطبخ الكهربائي ديجيتال 1800 واط، ده متعدد الوظائف، ينفع قلاية هوائية، ينفع كدر الطبخ يعني وكده. دولونجي دي كان عليهم خصم 50%. نختم هنا ان شاء الله ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.